احب اهني اهلنا وناسنا في محافظه ديالى، احب اهني الشعب العراقي اجمعين، احب اهني كل اقاربي والاصدقاء والاحبه. شيء اهني زوجي واقول كل عام انت بخير، والله يحفظك لي ان شاء الله ويحفظك لاولادنا يا ربي. واهني والدتي اللي هي هسه بامريكا، واهني امي الثانيه ام زوجي، واهل زوجي كلهم واخويا. طبعا نقول كل عام والعالم اجمع والعالم الاسلامي خصوصا شعب العراق، هم كل عام هم بالف خير بمناسبه عيد الاضحى المبارك. الله يعوده علينا ان شاء الله بخير بسلامه وامن وامان. نحب تكون واجهه ديالى افضل ان شاء الله، وكم مستقبل ان شاء الله انا متامله يكون احسن. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أحب أهني بالبداية جميع أهلي وأصدقائي وكل أهل ديالي، وخاصة الشباب والشابات الموجودين اليوم ويانا، ونقول لهم يا ربي إن شاء الله يعم الأمن والأمان ونشوفكم دائما فنانين ومبدعين. بمناسبة عيد الأضحى أحب أهني الشعب العراقي وأتمنى الأمن والأمان إنه، وأحب أهني الأهل والأصدقاء والأقارب أجمعين، ويا رب عيد مبارك للجميع.